قريبين ان شاء الله للدرجه الاولى، وحتى لو السن دلوقتي صغير يبقى ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله يبقى فيه لعيبه تواصل المسيره مع النادي الاهلي وتواصل ان هي توصل للدرجه الاولى، ولعيبه على مستوى عالي سواء من الاداء الفني او الاداء السلوكي او الاداء روح الفانيلا الحمراء موجوده عندهم. المحور الثاني طبعا البطولات، كان النادي الاهلي بيفتقد بعض البطولات، ولكن ان شاء الله السنه دي نحاول بقدر الامكان النادي الاهلي يحصد اكثر بطولات وخصوصا من بطولات الجمهوريه. انا اتفرجت على الماتش وشايف الماتش، شايف ان في ناس فعلا يعني تستحق ان انا يمكن اعنفهم وانبهم، لان النادي الاهلي بيتمتع بروح الجماعيه، بروح الاداء، بروح الفانيلا الحمراء، ولكن في بعض اللاعبين الاداء الفردي والاداء كان بيغلب عليهم، وده انا ما بحبش الظاهره دي، عشان كده يمكن كنت شديد معهم في الكلام وشديد بانب بعض اللعيبه، لان دائما النادي الاهلي بيفوز بروح الفانيلا، دائما النادي الاهلي بيفوز بالجماعيه، دائما النادي الاهلي بيفوز ان اللعيبه كلها فعلا بتهدف لمصلحه واحده وهي الفوز. انا برضو مش عايز اتكلم على الدرجه الاولى كتير، لان الدرجه الاولى مر بظروف صعبه جدا، عشان كده الناس بتطالب فعلا ان بيطلع لعيبه من قطاع الناشئين، ولكن لعيبه النادي الاهلي في الدرجه الاولى لعيبه كويسه، وان شاء الله انا يعني متفائل جدا ان شاء الله فريق درجة الاولى هيعمل نتائج كويسه، هيعمل نتيجه ايجابيه، وهيسعد جماهير النادي الاهلي ويسعد اعضاء النادي الاهلي، ومش هيبقى فيه الدروب اللي حصل في الفتره دي. فالناس لازم اي فرقه على فكره في المستوى الفني وفي معدل المباريات على الاقل الرسم الباني لازم يبقى فيه هزه شويه، ولكن عايزين جماهير النادي تقف جنب فرقتها، الناس المشجعين الاعضاء كل يقف جنب فرقته، لان الفرقه فعلا محتاجه دلوقتي تدعيم حتى معنوي، يعني محتاجه تدعيم معنوي من الجماهير، محتاجه تدعيم معنوي من الاعلام، عشان فرقه النادي، وان فرقه النادي الحمد لله فيها عناصر كويسه وفيها لعيبه كويسه، وقطاع الناشئين، قطاع الناشئين في خدمه الدرجه الاولى دايما في النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي انا بقول يعني بمنتهى الامانه احب جماهير النادي الاهلي وبعشق جماهير النادي الاهلي من زمان، ان جماهير النادي الاهلي فعلا فعلا عايز افوز بصفه مستمره، مش عايز لا تعادل ولا هزيمه ولا، ولكن زي ما قلت لك في فتره لازم تمر على اي فرقه في العالم، اي فرقه في العالم لازم يبقى في دروب، لازم يبقى في دروب فني. فاتمنى من الجماهير تستحمل، واتمنى من الجماهير تؤازر فرقتها، واتمنى من الجماهير ان يبقى في صبر شويه على كابتن محمد يوسف او الاجهزه الفنيه اللي هتيجي جديده، فان شاء الله النادي الاهلي يقف، والنادي الاهلي نادي بطولات، والنادي الاهلي دائما دائما لما بيحصل له كبوه بيقف وبيبقى شامخ وبياخد بطوله، ما فيش قلق ان شاء الله. يعني انا عامل منتخب او فريق مستقبل النادي الاهلي، والحمد لله دلوقتي قدرت اقف على عناصر كثيره وعناصر في كل مركز، فيه 3 لعيبه في كل مركز، وان شاء الله برضو من خلال تقييمي ومن خلال تقييم المديرين الفنيين المسؤولين عن الفرق ان شاء الله برضو هنستعرض ايه اللي ممكن يكون جد من اللعيبه دي يستحق فعلا انضمام لهذا المنتخب او فريق المستقبل للنادي الاهلي، وفي نهايه الموسم ان شاء الله اعرضه على مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب والناس القائمين على الكره في النادي، بحيث ان يبقى اللعيبه دي دائما في فكر الفريق الاول ان شاء الله. اللعيب داخل منظومه النادي الاهلي بيحب الجاي عشان بيحب النادي الاهلي، يبقى خلاص ارتدى تيشيرت النادي الاهلي، التيشيرت الاحمر هو بيحبه، هو النهارده بيتمتع بالروح القتاليه. فاللعيبه اللي انت قلتها فاروق اندمجت فعلا مع النادي الاهلي، ان عارفين منظومه النادي الاهلي، هو دخل النادي الاهلي وعاش 4-5 شهور داخل النادي الاهلي، فعرف كيفيه النهارده التغلب على الصعاب حتى في النادي الاهلي، النهارده الاداء، السلوك، كل هذه الامور هو النهارده بيتمتع بيها، عشان كده عاش في هذه المنظومه واندمج مع فرق النادي الاهلي. واتمنى ان اللعيبه دي كلها ان شاء الله تبقى مستقبل النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. ما انا بحب النظام واحب التزام، لان بص اي رقي في اي حته اذا كان في نظام في نجاح، اذا كانت في فوضى ما فيش نجاح. انا بحب النظام وبحب كل واحد يبقى ملتزم، انا ملتزم في شغلي الحمد لله، باجي كل يوم زي ما انت شايف، بنزل بروح ماتشات هنا وبروح ماتشات هنا، ملتزم لان ربنا سبحانه وتعالى اداني النهارده وظيفه، لازم احافظ على الوظيفه، ولازم يبقى في نظام، ولازم يبقى في التزام، ولازم يبقى في جديه في التعامل. فانا فعلا يمكن اول ما اجتمعت مع الاجهزه الفنيه والاجهزه الطبيه والعمال قلت لهم النظام اهم حاجه عندي عشان نقدر ننجح، والنجاح مش بايدي انا، النجاح بايد ربنا سبحانه وتعالى وبالناس كلها، حتى ابسط عامل كلنا بننجح وكلنا فعلا في خدمه النادي الاهلي. بقول لجماهير النادي الاهلي انتوا حبايبي، وانتوا دائما اللي بتدعموا النادي الاهلي، وخصوصا في الناحيه المعنويه للاعبين والاجهزه الفنيه اللي بتشتغل، وابعدوا عن اي تيارات ومهاترات تسيء للنادي الاهلي، لان انتوا عارفين كل حاجه، كل الجو الرياضي انتوا عارفين كل حاجه فيه. جماهير النادي الاهلي دائما عاشقه للفانيلا الحمراء، ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقوا سعداء ويبقوا مبسوطين باداء النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي ان شاء الله.